جانا دابا لمراكش وبالنسبه للتقطاع نورمالمون كنقطعو حنا ب 70 درهم دابا ملي جينا تنسولو لقينا بنادم ولا تيقطع ب 250 واحد شويه قالوا لك الكره ما بقاش بيزيد علاش بيتو شي ناس للصويره بينزلوا لنا حنايا من الكار باش يتشو شي وعجين ب 500 درهم دابا ملي لقاو همزه بينزلوا لنا حنايا باش يتشو الناس اللي بيمشوا للصويره انا جاي من المحمديه ودابا الثمن شحال داير ديال الكار الثمن مازال ما قال ولا دخلت انا العام مازال ما لقيت والو من قبيله كندور على الكره ما لقيت والو المقرعيه هذا القرار اللي دابا اللي دار وهذاك السيد اللي حبس عباد الله في هذا الليل راه عيب راه كاين اللي مسكين غادي يعيد مع ولاده وكاين اللي غادي يعيد مع والديه راه عيب باش يحبس الناس عيب غادي لمراكش 4000 ريال البلاصه اسمي 5000 ريال وراه ماشي معقول هذا المواطن اللي كياكل العصا راه حنا المساكين اللي كناكل العصا هادشي راه خسارة من المساكين راه ما كياكلوا العصا دوبلت علينا الكار حنا كنا كنمشيو ب 100 درهم ناسي عندنا ب 5000 زادت على 3000 ريال على المواطن راه عيب والله الا عيب والله هاد السيد خويا غادي ان شاء الله يا ربي غادي الوزان يعني الشامات بالنسبه لدابا يعني غادي نشدين الكار ديال الوزان ما لقيناش كاع ملي لقينا كار ديال فاس يعني النص ديال الطريق تقريبا يعني النص 300 درهم في الايامات العاديه كتمشي ب 70 درهم 75 ما كتوصلش ل 100 دابا قال لك 300 درهم وباش غتوصل من تما يعني باش تقرب غتبقى خصك واحد 300 درهم اخرى يعني 60 فرنك باش كتمشي حتى كتمشي في الايامات العاديه كتمشي 120 درهم في العواسر في العيد في كلشي ودابا 600 درهم ماشي بزاف انا مكراش انا اصلا باقي خدام اليوم خارج من الخدمه حتى الساعه العشيه عاد خارج من الخدمه يعني غنمشي داير في بروغرام غنمشي حتى الاربعاء ولا الخميس خويا هاد السيد هذا غادي لتاو ناس هو خويا كيفاجئوا ما خصو يمشي عيد مع دارهم هما فاجئوا بان الكران ما كاينينش الثمن هو الثمن باش ما كان بنادم يمشي نهائيا دابا مابقاش كيهم الثمن دابا خصو يمشي في حالاته الثمن ما يهمش خاص تكون 10 في غادي يمشي في حاله خصو يمشي نعم علاش غادي دابا خصو يمشي دابا راح يتفاجئونا قال لك الطريق تحبست مع 12 غادي تحبس الطريق